الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على معطلي تشكيل الحكومة في لبنان. تواصل حملة التلقيح في أمريكا، و90% من المواطنين حصلوا على التطعيم. جدل الموازنة الجديدة يشتعل في ليبيا، ومخاوف من رفضها برلمانياً. برنامج اليوم مع باسل صبري ولين البوديري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك يا لين. صباحك خير يا باسل. خلينا نبدا الحلقه يا لين بخبر سريع عن تطورات عمليه استكشاف كوكب المريخ. اليوم تطلق وكاله الفضاء الامريكيه ناسا اولى رحلات المروحيه انجينيوتي على سطح الكوكب الاحمر، بعد ان كانت قد اجلت اطلاق هذه المروحيه الاطلاق المحدد قبل ايام بسبب مشكلات تقنيه. بالفعل يعني هذه المروحيه وصلت الى المريخ على متن المسبار الامريكي لتساهم في دراسه المناطق التي يصعب على المسبار الوصول إليها في تضاريس المريخ. طبعاً رحلة تجريبية للمروحية التي رأيناها الآن على الشاشة، والتي تزن حوالي كيلوغرام و800 جرام فقط، ستكون عبارة عن محاولة للتحليق على ارتفاع حوالي 3 أمتار فقط، والبقاء في نفس المكان لمدة 30 ثانية والهبوط مرة أخرى من جديد. الموضوع يبدو بسيط جداً ولا يستحق كل هذا الاهتمام، ولكنه في الحقيقة حدث مهم جداً يلي. بالفعل مهم جداً، لأنه في حال نجاح التحليق التجريبي لهذه المروحية فوق سطح المريخ ستكون أول رحلة لطائرة على كوكب آخر، وهو بحد ذاته إنجاز هام جدا. أكيد سنتابع إنجينيوتي ونتمنى أن تنجح في هذه المهمة الصغيرة. مرحبا بكم في أولى فقرات برنامج اليوم، نبدأها من لبنان، خوفا من تزايد الانهيار الزاحف يوما بعد يوم في لبنان وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية وكذلك المعيشية، تزداد الضغوط الخارجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، ولمحاولة إجبار الفرقاء السياسيين على الوصول لتشكيل نهائي للحكومة المتعثرة. اليوم يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الأزمة الحكومية والخطوات التي يمكن القيام بها للضغط على المعنيين أو المعرقلين السياسيين في لبنان كما أسماهم الاتحاد الأوروبي. ومصادر قريبة من الاجتماع ألمحت إلى احتمالية فرض عقوبات على الساسة المعرقلين لتشكيل الحكومة، لكن ما هي هذه العقوبات وما مدى تأثيرها وإجبارها للمعطلين على الانخراط في طريق الحكومة؟ هذا ما سنكشف عنه خلال الأيام القادمة. الأنظار تتجه إلى بروكسل، وحزام الضغط الخارجي على جبهة أزمة تأليف الحكومة في لبنان يكتمل من أجل فتح ممر الدعم الدولي لبيروت دون التغاضي عن التوازنات الداخلية التي لا بد من الأخذ بها. فبعد الأسبوع الأمريكي الروسي الذي كرس اهتمام البلدين بلبنان، والذي طبعته زيارة ديفيد هيل لبيروت ومحطة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في موسكو، تتجه الأنظار اليوم إلى بروكسل، حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعلى جدول أعمالهم نقاش في الأزمة الحكومية وألف باء الخطوات الممكنة حيالها. والاجتماع الذي سيلتئم في مركز الاتحاد الأوروبي، توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة أن يصدر عنه موقف موحد حاد اللهجة تجاه المعنيين بتأليف الحكومة في لبنان، غير أن المصادر ذاتها استبعدت أن تفرض عقوبات نتيجة هذا الاجتماع، رغم جدية الفرنسيين والأوروبيين باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الطبقة السياسية اللبنانية والمعرقلين لتأليف الحكومة الجديدة. وتشير المصادر إلى أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت العقوبات وفي حال صدورها سوف تصدر باسم الدول أم باسم الاتحاد الأوروبي، خاصة أن بعض الدول الأوروبية ترفض أن تكون مشتركة في عملية العقوبات لانعدام أو ضآلة مصالحها في لبنان. وفي غمرة الدينامية الخارجية تجاه لبنان، ما زالت أوساط مطلعة تستبعد إمكان إحداث أي خرق في المأزق الحكومي في المدى المنظور.
نوضح الصورة أكثر مع ضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي توني أبي نجم. مرحبا بك معنا أستاذ توني. يعني اليوم اجتماع في بروكسل لوزراء الخارجية الأوروبية من أجل مناقشة أزمة لبنان الحكومية، ما هي الخطوات التي باعتقادك سيتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان وكذلك سياسيه؟ صباح الخير. يعني بكل أسف أكاد أجزم بأننا لن نرى أكثر من موقف إعلامي، والأسباب متعددة وراء هذا الموضوع. أولا لأن الأوروبيين يعني لا يريدون الذهاب بعيدا في موضوع العقوبات بسبب تعدد المصالح فيما بينهم، لا بل حتى بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى العقوبات المطلوبة فعليا. أولا لأن المعرقل الأساسي للحكومة في لبنان هو حزب الله، وبدءا من فرنسا التي تقود عملية المطالبة بعقوبات أوروبية، لا تريد أن تذهب باتجاه عقوبات نحو حزب الله لأنها لا تريد أن تقطع كل خيوط التواصل مع إيران، يعني في انتظار جلاء الموقف الأمريكي من موضوع العودة إلى الاتفاق النووي والبحث عن عقود داخل إيران. وبالتالي الأوروبيون لا يريدون أن يذهبوا بعيدا، لا بل أكثر من ذلك، حتى الفرنسيين يقولون أنهم يريدون عقوبات مرتبطة بتشكيل الحكومة، وكأن الموضوع في لبنان متعلق هل نشكل حكومة أو لا نشكل، وليس كأن الموضوع يتعلق بالإصلاحات البنيوية وبجوهر المبادرة الفرنسية. وبالتالي من غير المتوقع على الإطلاق أن تصدر أي عقوبات أوروبية اليوم ولا حتى في المدى القريب. أعتقد بحسب كل المعلومات الدبلوماسية المتوافرة أن أقصى ما يمكن أن نصل إليه بعض العقوبات الفرنسية المحددة، وفقط من أجل حفظ ماء الوجه. يعني وجهة نظر أخرى ربما بالنسبة لمن يتشائم بشأن المخرجات من هذا الاجتماع، وهو ما أكده مسؤول أوروبي، هو أن العمل على معايير تحديد معطلي تشكيل الحكومة أمر صعب، لأن المعيار هنا سياسي وليس قضائي. ما الذي يعني هذا في نظرك؟ صحيح، يعني هناك اختلاف تماما. كما كنت أقول أنهم لن يذهبوا باتجاه المعرقلين الحقيقيين للحكومة، وبالتالي تحديد المعايير المطلوبة ستؤدي ببعض الأطراف الأوروبية، وخصوصا على سبيل المثال ألمانيا التي كانت صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، ستذهب في اتجاه المطالبة بعقوبات على حزب الله، كون حزب الله هو من يعرقل حقيقة تشكيل الحكومة، ويستعمل التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل رئيس التيار ورئيس الجمهورية كغطاء ليس أكثر لهذا التعطيل. وبالتالي المطالبة بوضع معايير من أجل تحديد المسؤولين هي يعني في عمق الأزمة هي محاولة للتهرب من فرض العقوبات، وهي محاولة لتظهير أن ثمة اختلافا أوروبيا كبيرا حول تحديد هذه المعايير. وبالتالي لن تذهب الدول الأوروبية على الأقل المجتمع ضمن الاتحاد الأوروبي إلى وضع عقوبات أو إلى الاتفاق على من يجب وضع العقوبات من أجل فرض العقوبات. وبالتالي عندما نكون عاجزين عن وضع هذه المعايير فهذا يعني حكما أننا لن نذهب باتجاه فرض عقوبات جماعية. يعني أفهم مما تقوله أنه الأجواء تشير إلى أنه الاجتماع اليوم يعني لن يعلن عن عقوبات معينة مرتقبة تجاه بعض من أسماهم الاتحاد بالسياسيين المعرقلين في لبنان. يعني لماذا وألن يعتبر ذلك تردد من قبلهم؟ سيدتي، يعني منذ أن أتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان أولا في 6 أغسطس 2020، ومن ثم في الأول من أيلول 2020، وحين وضع المبادرة الفرنسية أمهل السياسيين اللبنانيين أسبوعين منذ مطلع أيلول سبتمبر الماضي. تخيلي أننا على عتبة الوصول إلى 8 أشهر ولم يحصل أي شيء، ولم يفعل الفرنسيون أي شيء، لا بل على العكس، فإن من قدم التنازلات حول المبادرة الفرنسية، حول جوهر المبادرة الفرنسية وحول تشكيل الحكومة وكيف يجب أن يكون شكلهم، هم فقط الفرنسيون.
وبالتالي من ينتظر أن يبادر الأوروبيون وفي طليعتهم الفرنسيون إلى اتخاذ إجراءات فعلية رادعة للسياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون يكون واهما. ثم تفرق كبير في التعاطي بين الأوروبيين الذين هم ليسوا ضمن إدارة واحدة ولكل دولة ضمن الاتحاد الأوروبي مقاربات ومصالح مختلفة، وبين الأمريكيين القادرين ليس فقط على فرض عقوبات إنما على تأمين تنفيذها. وهنا الأساس، لأن على سبيل المثال جبران باسيل الذي تمت معاقبته بموجب قانون ماجنيتسكي لم يعد يأبه لأي عقوبات أخرى، لأن العقوبات القاسية سبق أن نالها. ولكن سيطوني، يعني مع ذلك التصريحات الصادرة أو التصريحات الاستباقية الصادرة عن المسؤولين المجتمعيين قالت أن الاجتماع سيشهد انطلاق العمل على وضع نظام قانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية من خلال نصوص تشريعية تمكن لاحقا من تحديد هذه الأسماء التي سيتم معاقبتها. هل نفهم أن هناك حراك أوروبي ولكنه ربما بطيء جدا ويفتقد إلى القوة؟ يعني كما نقول في لبنان، هذا ما يمكن أن نسميه طبخة بحث، البحث في مشروع تحديد معايير لتحديد من هم المسؤولين من أجل البحث لاحقا في عملية فرض، هي طبخة بحث. الأيام تمر والوقت يمر ولبنان في حالة انهيار كامل، والذي مرر 8 أشهر من دون أن يتخذ إجراء ولو يتيما يمكنها أن يمرر أشهرا طويلة، وهو يبحث في الآليات وتحديد المعايير وغيرها من المواصفات التي قد تجعل اتخاذ العقوبات يحتاج ربما لسنين طويلة، وهذا ما لا ينفع في الحالة اللبنانية. يعني احنا بدنا نتشكر وجودك معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ طوني أبي نجم، شكرا جزيلا لك. الأزمات لا تحاصر اللبنانيين وحدهم في هذه المنطقة هذه الأيام، السوريون أيضا يستقبلون شهر رمضان هذا العام وسط أزمات اقتصادية لا آخر لها بسبب ظروف الحرب التي تعصف ببلادهم منذ 10 سنوات، ولذا تبدو موائد الإفطار في عموم البلاد خجولة ومتواضعة مقارنة بالسنوات السابقة، ويستغني أصحاب الدخل المحدود عن الكثير من الطقوس والعادات الاجتماعية والوجبات الرمضانية المكلفة بسبب الانهيار التاريخي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. الأعشاب الربيعية التي تجمعها فوزة من البستان الذي تعمل فيه مع عائلتها باتت وجبتهم الرئيسية على مائدة الإفطار خلال أيام شهر رمضان، فالأجر اليومي لفوزة وثلاثة من بناتها وزوجها لا يتجاوز $2.50، مبلغ بالكاد يكفيهم لشراء الخبز وبعض الحاجات الأساسية. تسحرنا أنا وبناتي وولادي خبز وشاي، رحت ما عندي يعني مصاري، قمت قرض السلج نجيته من الشغل وقرضته فطور، يعني افكر بكره فطور شنو، اليوم سلج وبكره وبعد بكره وبعد بكره ما في لا تمر لا عدس لا برقل لا رز لا زيت ادام، ما في يعني ما في، كل شيء نريد نفطر على رمضان ما في عندنا شيء، لحم من 5 أشهر ما جاينا. يمر شهر رمضان خجولاً على عائلة فوزة وغيرها من الأسر الفقيرة هنا في مدينة عمودة شمال سوريا، فأصحاب الدخل المحدود يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم خلال شهر الصوم بسبب ظروف الحجر الصحي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات وغيرها من المواد الغذائية 33 مرة بسبب انهيار الليرة السورية. إذا لم تتم إعادة فتح أسواق المواشي المغلقة بسبب الحظر المفروض سترتفع الأسعار بشكل كبير. حاليا نشتري الذبائح من القرى بسعر غال، لذلك أسعار اللحوم مرتفعة في شهر رمضان. عندما يتم تصدير الماشية إلى دول الجوار سينخفض سعر اللحم الأحمر بكل تأكيد. وبينما لا يتجاوز معدل دخل الفرد في سوريا $260 حسب تقارير دولية، تحتاج الأسرة السورية إلى ما لا يقل عن $400 خلال شهر رمضان. لذا تستغني غالبية العائلات عن الحلويات والمشروبات الرمضانية هذا العام بعد أن صرفوا كل مدخراتهم خلال سنوات الحرب. قبل الحرب في سوريا كانت الأيام الأولى من شهر رمضان تخصص لتبادل دعوات الولائم والاجتماع على موائد الإفطار، أما في هذا العام فتكاد تغيب العادات الرمضانية عن هذه البلاد
بسبب انتشار الموجة الثالثة من وباء كورونا، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن السوري. هيبار عثمان، الحرة، من مدينة عمودة شمال سوريا. بعد الفاصل مشاهدينا، لقاحات كورونا متوفرة اليوم 90% من المواطنين الأمريكيين، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بالرغم من أن أزمة كورونا تبدو وكأنها لا نهاية لها على الأقل في الأفق القريب، إلا أن الولايات المتحدة قد تكون اليوم على عتبة المرحلة الأخيرة من هذه الأزمة، خصوصا بعد إعلان الرئيس جو بايدن عن توفر اللقاح ل 90% من الشعب الأمريكي بحلول اليوم 19 من إبريل. ويبدو يعني أنه الآلية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في توزيع اللقاح ومقارنتها بأداء أوروبا المتعثر في مسألة التطعيم بدأ يأتي بنتائج إيجابية، خاصة في يعني القطاع الاقتصادي الذي يشهد انتعاشة تدريجية وصلت إلى استحداث 916 ألف وظيفة في شهر مارس. بالفعل يالين، هذا بالإضافة إلى ما أعلنه مسؤول الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي حول عدم حاجة البلاد للقاحات أسترازينيكا بسبب وجود إمدادات من لقاحات أخرى، وهو طبعا أمر طبيعي بما أن ثلثي اللقاحات المتاحة تصنع في الولايات المتحدة. حالة من الترقب خلقها قرار إدارة الدواء بتعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون بالعاصمة واشنطن، حيث سارع البيت الأبيض والمؤسسات المعنية والمختصون للتأكيد على أن هذا التطور لن يؤثر على خطط تلقيح الأمريكيين المتصلة بالمئة يوم الأولى من عمر إدارة الرئيس بايدن. This announcement will not have a significant impact on our vaccination program. سأكون واضحا بشأن قرار الإيقاف المؤقت لاستخدام لقاح جونسون، لن تكون له أي أثار سلبية على برنامج تلقيح الأمريكيين، لأن من أخذوا اللقاح لا يتعدون 7 ملايين من الملقحين في كامل البلاد. هذا التطور يتزامن مع تأكيدات الإدارة بتوفير لقاحات لمئتي مليون أمريكي من البالغين بحلول 19 من أبريل الحالي، وأن هناك ما يكفي من لقاحي فايزر وموديرنا لتحقيق هذا الغرض في أجاله المقررة. As people see what's going on here. عندما ينظر الناس إلى ما يحدث مع لقاح جونسون، فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى إثارة المزيد من التردد في أخذ اللقاح، ليس فقط مع لقاح جونسون ولكن مع باقي اللقاحات الأخرى. التقدم الكبير والمتواصل في جهود مكافحة كورونا في أمريكا يتقاطع مع مخاوف حادة من إعادة الفتح الكامل للحياة في بعض الولايات مثل نيفادا، وتخفيف القيود المرتبطة في ولايات أخرى مثل ميريلاند، رغم ما تشهده أعداد الإصابات من زيادات، كما هو الوضع بولاية ميشيغان التي تكاد مشافيها تعمل بكامل طاقاتها. To be very clear, these types of reactions. علينا أن نكون واضحين في التأكيد على أن الأعراض الناتجة عن لقاح جونسون أند جونسون لم تسجل على أي ممن أخذوا لقاحي فايزر وموديرنا. كل ذلك يتقاطع مع تحذيرات الرئيس بايدن من مخاطر تعثر النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن، ما لم يتم الحفاظ على القيود الاحترازية وإجراءات التباعد خصوصا في الأماكن العامة. هناك أكثر من قرار واحد اتخذته سلطات منطقة واشنطن الكبرى لأجل تمكين أكبر عدد من السكان من الحصول على اللقاحات، وذلك تحقيقا للرغبة المتزايدة عند هذا الأمر وتجسيدا لتلك الخطة التي تقول بها الإدارة الأمريكية بتلقيح 200 مليون من الأمريكيين بحلول اليوم 100 من عمر إدارة الرئيس جو بايدن. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. دعونا الآن نستطلع على بعض الحقائق حول كورونا ولقاحاتها في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي اعتبر أن حالات الإصابة بالفيروس انخفضت إلى الثلثين منذ تسلمه لمنصبه، كما فرض الرئيس ارتداء الكمامات على الأمريكيين، وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية في البلاد، خاصة مع الانتشار السريع للفيروس.
توفر اللقاح بنسبة 90% من البالغين في الولايات المتحدة، وذلك بحلول يوم 19 من أبريل. ووفقا للبيانات، فإن نحو 75% ممن تجاوز أعمارهم 65 عاما في الولايات المتحدة أيضا تلقوا اللقاح. تعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا من ناحية الوفيات، بنحو 550 ألف وفاة، وبعدد إصابات وصل إلى 30 مليون إصابة. للمزيد ينضم إلينا الآن الدكتور زاهر سحلول، البروفيسور المساعد في أمراض الرئة والعناية المركزة في شيكاغو الأمريكية، ورئيس ميد جلوبال، وهي مؤسسة إنسانية تدعم العمل الصحي في مناطق الكوارث حول العالم. أهلا بك معنا دكتور زاهر. يعني في البداية، اللقاح سيتوفر ل 90% من الشعب الأمريكي أو البالغين في الشعب الأمريكي بحلول 19 من أبريل، هكذا قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم. ما مدى توافر اللقاحات بالفعل؟ والسؤال الأهم ربما، هل يتوقع بالفعل أن يتم تلقيح هذه النسبة؟ أول شيء صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. طبعا الأمر مفرح جدا، يعني كان في تعثر في بداية الأمر في توزيع اللقاح وفي إعطاء اللقاح، كان في تردد كبير، حتى يعني 50-60% من الشعب الأمريكي في البداية كانوا مترددين في أخذ اللقاح. حاليا معظم المرضى اللي بشوفهم في العيادة وقت بيسألهم أنه رح تأخذ اللقاح، يا أما أخذ اللقاح يا أما بدهم يأخذوه. طبعا متوفر اللقاح في معظم الصيدليات، في معظم المشافي، مثل ما ذكرت 50% من البالغين لقحوا، 40% من الشعب الأمريكي أخذ على الأقل جرعة واحدة من اللقاح، 30% من الشعب الأمريكي أخذ جرعتين من اللقاح، واللقاح متوفر وصار عندنا في طبعا أوبشنز، أو يعني بالإضافة للفايزر والمودرنا في الجانسون أند جانسون، رغم أنه في توقف بسيط في موضوع الجانسون أند جانسون اللقاح تبعه، بس غالبا راح يستمر في التلقيح في الأسبوع القادم. طيب، حسب المعلومات. دكتور زاهر، ذكرت أنه كان عند البعض تخوف من ناحية اللقاحات، كيف واجهت الإدارة الأمريكية حملات مقاومة التلقيح هذه؟ سؤال مهم جدا أختي العزيزي، وطبعا هذا أمر موجود في الدول العربية أيضا، في دول معظم دول العالم. المواجهة هو بالعلم الحقيقة، بفصل السياسي عن العلم، وهذا أمر مهم جدا، نشر المعلومات عن اللقاحات، عدم إخفاء التأثيرات الجانبية للقاحات، مصارحة الشعب الأمريكي مثل ما شفنا هلأ بجانسون أند جانسون أنه في عنا بعض الاختلاطات ووقفنا عطاء اللقاح، ورح يعني نعمل أبحاث أكثر على هالموضوع، وأيضا استهداف بعض الفئات اللي كان فيها عندها تردد كثير بموضوع اللقاح، خاصة الأفريكان أمريكان، خاصة اللاتينو، خاصة يعني بعض الفئات الجمهوريين، باستهدافهم بالمسج اللي ممكن تأثر عليهم عن طريق تراستد مسنجر، يعني الرسول اللي بيوثقوا فيه. فحاليا أنا موجود مثلا بهيئة من رجال الدين ومن العلماء وضع البيت الأبيض للوصول إلى الناس يعني المتدينين اللي عندهم يعني تردد بأخذ اللقاح. بس أهم شيء هو الشفافية ومحاربة يعني نظريات المؤامرة بالعلم وفصل السياسي عن موضوع الكوفيد والفاكسين. طيب، يعني هناك أيضا تصريح للمسؤول الأمريكي عن الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الذي قال إن البلاد ليست بحاجة للقاح أسترازينيكا. وسؤالي هنا عن هذا الرفض، هل يأتي لخطورة اللقاح أم لتوفر اللقاح بشكل عام في البلاد من خلال لقاحات أخرى أو شركات أخرى؟ يعني حاليا باللقاحات الثلاثة المتوفرة اللي هي الفايزر والمودرنا والجانسون أند جانسون، هناك عدد من اللقاح يكفي للشعب الأمريكي ضرب 3 مرات. يعني ما في داعي لأخذ لقاح ثاني، يعني الأسترازينيكا، خاصة مع يعني الريبورت الأخيرة عن يعني التأثيرات الجانبية للأسترازينيكا من ناحية الخثرات. طالما موجود يعني لقاحات آمنة وفعالة مثل فايزر ومثل مودرنا والجانسون اند جانسون، فما في داعي ل يعني ادخال لقاح اخر. يعني ودكتور زاهر، يعني بعد توفير 90% من اللقاح للشعب الامريكي، يعني حاليا ما التحديات التي ستواجه الامريكيين في مواجهه لقاح كورونا بالتحديد؟ الحقيقه اللي راح يواجه الشعب الامريكي مثل راح يواجه الشعوب الثانيه، اللي الامر الاول طبعا انه لا زالت هناك فئات متردده في اخذ اللقاح، خاصه الفئات الشبابيه
وبعض الفئات في المجتمع الأمريكي، وهدول لازم يعني يبذل جهد أكثر لإقناعهم إنه اللقاح مهم وضروري، وما بس بيحميهم وإنما بيحمي عائلاتهم ومجتمعهم. الأمر الثاني هي طبعاً السلالات المتحورة من الفيروس اللي ممكن تكون يعني ما أنا يعني محمية باللقاحات المتوفرة، لازم ناخد بوستر يعني لقاح إضافة إلى، وممكن تؤدي إلى إمراضية أكثر وانتشار أكثر للفيروس، مثل ما عم نشوف حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومثل ما عم نشوف في دول تانية، أنه خاصة الفيروس المتحور من جنوب أفريقيا أو من البرازيل يعني عنده قدرة أكثر على الإمراضية وعلى الوفاة، ممكن أيضا أنه إيفيد اللقاح المتوفر، ففي حاجة لبوستر أكثر من اللقاحات. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور زاهر سحلول، بروفيسور المساعد في أمراض الرئة والعناية المركزة في شيكاغو الأمريكية، ورئيس ميد جلوبال، وهي مؤسسة إنسانية تدعم العمل الصحي في مناطق الكوارث حول العالم. شكرا جزيلا لك. نترك أزمات لقاحات كورونا وننتقل إلى أزمة أخرى، أزمة سياسية، هي الأزمة الليبية. ففي إطار محاولة إعادة ترتيب البيت الليبي الداخلي، يعقد البرلمان الليبي اليوم جلسة رسمية لمناقشة الميزانية أو مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021 في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد. الميزانية المطروحة ستناقش أرقامها اليوم بعد أن اعتبرها مجلس النواب الليبي ضخمة جدا وتضر باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتشرع الأبواب أمام الفساد. وأمام ذلك خبراء يتوقعون عدم المصادقة عليها من قبل البرلمان اليوم بسبب تحفظات عدة واعتراضات، منها توسع رئيس الحكومة عبد الحميد أدبيبة بالإنفاق مقارنة بالفترات الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل. رغم مرور الربع الأول من عام 2021، لم تعتمد الجهات السياسية الليبية المسؤولة ميزانية عمومية للدولة لتسير على نهجها، بل وضعت ترتيبات مالية مؤقتة لتسيير المرتبات وقطاع النفط. واليوم تعقد جلسة رسمية بحضور كافة أعضاء المجلس النيابي بمقر مجلس النواب المؤقت في مدينة طبرق شرق ليبيا لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، داعية لجنة المالية والتخطيط إلى تقديم تقريرها النهائي للنواب خلال الاجتماع. وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها الذي نشرت تفاصيله في الأيام الماضية بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه، موضحة أن الأرقام المطروحة تضر باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، مطالبة البحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط. إذن البرلمان الليبي أعاد الميزانية إلى المجلس لإصلاحها، مع توقعات ألا يصادق البرلمان ثانية عليها بسبب اعتراضات حول أرقامها الضخمة التي طلب رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة تخصيصها للحكومة. إذ اقترحت بيبة ميزانية تقدر ب 96.2 مليار دينار، أي ما يساوي 21.5 مليار دولار، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصص لها مبلغ 33.5 مليار دينار. والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية هو بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم و5 مليارات دينار للطوارئ. ورغم الأجواء التي تستبعد المصادقة على تلك الأرقام اليوم، يأمل دبيبة بانتزاع مصادقة البرلمان على اعتماد هذه الميزانية للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلها وتعهد بتنفيذها، وتتصل أساساً بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 من ديسمبر المقبل. ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذ محمد. يعني دعنا نبدأ هذا الحوار بتقييمك للموازنة الليبية مع كل ما يحيط بها من اعتراضات اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. هناك اعتراضات شكلا ومضمونا على مشروع الموازنة التي قدمت بها الحكومة. كان يجب على الحكومة أن تجتهد أكثر حتى من ناحية القانونية والتنظيمية في إعداد هذا المشروع الذي حتما سيتم رفضه نتيجة للملاحظات القائمة وبتصريحات مسبقة من العديد من أعضاء مجلس النواب الليبي. ولكن بالإضافة لتم الحديث عنه ضخامة هذه الميزانية وعدم مقدرة الإرادة
العام على تحملها مما سيترتب عليها تبعات أخرى في السنة القادمة. هناك إشكالات قانونية، هناك خرق للقانون المالي للدولة، القانون رقم 127 لسنة 1970 الذي ينص على اقتطاع بنسبته 15% من الميزانية للمجنب العام، وهي احتياطات تراكمية تعتمد عليها الدولة الليبية منذ تلك الفترة. كما أن اختصاصات خصصت بها الحكومة نفسها في مشروع القانون، وهي اختصاصات أصيلة للسلطة التشريعية. فعندما أوجزت الحكومة بأن الفائض ممكن توزيعه لسد عجز بعض الإيرادات، وهنا نقصد فائض إعادة النفط، هذا مخالف للمادة 11 من القانون المالي للدولة الليبية، وهو اختصاص لمجلس النواب. كما اختصت الحكومة لنفسها بمناقلة البنود في الموازنة من بند إلى آخر، وهذا الاختصاص أيضا هو ضليع لمجلس النواب. وبالتالي عدة تراتبيات قانونية وإجرائية لم يتم الإحاطة بها، وهي منافية للقانون. حتى إذا تم الموافقة والقبول على الرقم الضخم فهو لا يتأتى بالشكل القانوني والإجرائي. نعم أستاذ محمد، يعني تتجه التوقعات نحو مصادقة البرلمان اليوم على ميزانية الدولة العامة، لكن في حال يعني تحقق هذا السيناريو، يعني ما هي الخطوات القادمة؟ في حال ما إذا تم اعتماد الميزانية مع ما ذكرناه من المحاضات والاشتراطات القانونية والإجرائية، يجب التوجه فورا إلى حل المشاكل المزمنة بشكل آني، وهي خانقة للشارع الليبي، ابتداء من توفير المرتبات إلى توفير السيولة النقدية مقابل المدخرات والمرتبات بالمصارف لحسابات المواطنين، مشكلة الكهرباء والأدوية. وهناك خلل آخر في قانون الميزانية، وهي دعم السعر التمويني الأساسية يتم إدراجها في ضمن الإجمالي المدعوم العام مع المحروقات والكهرباء والأدوية، وهو أيضا خرق آخر. حتى إذا ما تم اعتماد الميزانية سيشكل خللا، هل سيتم استعادتها بالدعم النقدي؟ وهذا يتطلب إجراء تشريعيا آخر. عموما الليبيون لا يمتلكون رفاهية الوقت لإعادة التعديل لأكثر من مرة والعرض، وخاصة أن وقت هذه الحكومة ضيق، وقد توسعت كثيرا وشرعت لنفسها أبواب ونوافذ كانت بغنى عنها إذا لم تلتزم بها، فيسبب إشكال في المشهد العام الليبي. أيضا إضافة بنود مخالفة للنظام المالي الليبي من الباب الرابع والخامس، هذا غير موجود. أن النظام الليبي من ثلاث أبواب يفتح أيضا احتمالية كبيرة لشبهات فساد، لأنها ليست مقننة بإجراءات الرقابية. نعم، وهنا أيضا سؤال عن أهداف رئيس الحكومة. يعني عبد الحميد البيبة طرح أرقاما ضخما في هذه الميزانية كما ذكرنا، والجميع الآن يعدد سلبيات هذه الأرقام وضررها على الاقتصاد الوطني واحتياطات الدولة وما إلى ذلك. لماذا طرح هذه الأرقام برأيك وهو يعلم أن ولاية الحكومة تنتهي في سبتمبر المقبل؟ هو من جانب نعتقد أنه يريد أن يؤسس إلى نقلة في موضوع التنمية والبناء. الرقم المخصص 22 مليار لموضوع استكمال المشاريع واستحداثها يؤسس لعودة الشركات، وهي أعمال طويلة الأجل ستطال الحكومات المقبلة إن سارت العملية كما هو مفترض ومراد له. ولكن هناك إخفاقات أخرى في رفع مصروفات الحكومة نفسها أكثر من 14 مليار، وهذه أرقام إذا ما قرنت بمصروفات إدارية لفترة بسيطة قليلة جدا. لا ننسى أن المهمة الأساسية لهذه الحكومة التمهيد والتهيئة للانتخابات عبر مصلحة الهيئة العليا للانتخابات، التي طلبت دعما إضافيا ب 50 مليون فقط إضافة ل 50 الأولى التي ستخصصها للانتخابات التشريعية، و 50 مليون للانتخابات الرئاسية. وإذا أن الأساسيات لا تتطلب كل هذه الأرقام. الليبيون الآن فقط يحاج لعادة الخدمات السريعة وتسهيل يعني المرتبات، وهي مرصودة من مدخلات مسبقا. عليك أستاذ محمد، يعني المواطن الليبي ينتظر الكثير، ولربما أحلامه بسيطة، يعني تتعلق بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمعيشة، خاصة في مجال الكهرباء، الصحة، والمواد الغذائية وغيرها. حسب رأيك فعليا هل تستطيع الحكومة الجديدة تنفيذ هذه المطالب؟
الحكومة هي فقط يفترض بها أن تؤسس لقاعدة تقديم هذه الخدمات. مختنقات المرتبات بدأ بها حل جزئي بتسهيل مرتبات شهري يناير وفبراير مباشرة من دخل النفط قبلها حتى تقديم المشروع الميزانية. ولكن المشروع العام ليبيا في إظلام تام، ساعات طويلة تصل إلى 8 و10 ساعات على كامل المناطق الليبية، الإمدادات الدوائية وكذلك العديد من الخدمات. لكن الحكومة هل تنجح في ذلك أو لا؟ هناك ضوابط أخرى مهمة جدا وهي المناصب السيادية التي تبدأ بمحافظ المصرف المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة، لها علاقة مباشرة في تنظيم عملية صرف هذه الآليات. ولا زالت الدولة لحد الآن تشتغل بالمنظومة القديمة، بل أنه لم يتم توحيد ديوان المحاسبة مثلا في طرفي البلاد على سبيل المثال. لا ننسى أن إهدارا قدره 320 مليارا أنفقتها حكومة اليوفاق لم يتم المساءلة عليها نتيجة لتشظي مثل هذه المؤسسات. إذن عدم استكمال المناصب السيادية السبعة وعديد من الأجراءات الأخرى ستكون عائقا أمام حكومة دبيبة، لا شك في ذلك. الأستاذ محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. الآن نذهب إلى ملفنا الاجتماعي. للأسف هنالك أمهات متعلمات ومثقفات، يعني يقفن أمام بعض من الثقافات الشعبية والممارسات المتوارثة واللي بيعتقدوا أنها لربما تساعد المولود على العلاج. فمنهم من لا تقوى على الاعتراض على فكرة مثلا التقميط، لكن لا تنال نصيبها، لكي لا تنال نصيبها من النقد خصوصا من فئة كبار السن. صحيح لين، يعني هذه الممارسات الشعبية منتشرة للأسف في مجتمعاتنا، وفي غياب رأي العلم تبقى وجهة النظر السائدة أن هذه الممارسات المتعارف عليها مفيدة، وأنه ليس هناك مجال للجدل فيما يتعلق بطقوس العناية بالمولود الجديد أو علاجه. طبعا هذه الطقوس والعلاجات تأخذ أشكالا ومسميات غريبة وعديدة، أهمها التقميط، التكحيل والكي، وكلها يأتي تحت جملة من المعتقدات المتوارثة وهي لا تمت إلى العلم أو الطب بأي صلة. وفيما يلي الآن بعض من هذه العادات الشعبية المنتشرة والتي اكتشف لها الطب آثارا سلبية على الأطفال. نبدأ من التقميط أو الكوفلة، وهي ثقافة منتشرة في جميع أنحاء العالم الحقيقة. من الناحية الطبية، وضع الطفل بشكل مستقيم مع أحكام تربيطه قد يؤدي لإخراج رأس عظمة الفخذ من مكانها الطبيعي، وبالتالي يتسبب فيما يعرف بخلع الورك المكتسب، وهذا بالطبع يختلف عن خلع الولادة الطبيعي. أيضا من الأفكار المغلوطة والمنتشرة محليا، وضع عملة معدنية على سرة المولود مع ربطها بإحكام لمساعدة السرة على الدخول والالتئام، وكذلك ذلك أيضا ربط البطن مع الصدر لحماية الطفل من الخلع عند حمله ولمنع تكون الغازات في منطقة البطن. ولكن الحقيقة أن العملة لا تساعد على التئام السرة، وأن المشد لا يعمل عمل الجبيرة. هناك أيضا دهن جسم المولود بزيت الزيتون، أي نعم ليس له ضرر ولم يثبت أنه يسبب حساسية للجلد، ولكن مسألة مساعدته على تقوية العظام للأسف غير صحيحة. زيت السمسم مستحضر قوي جدا، ويعتقد أن دهنه على الجسم مباشرة يعالج الكحة والبرد، ولكنه من أشد مسببات التحسس عند الأطفال. هناك تكحيل المولود الجديد ورسم حاجبيه، عادة تمارسها بعض الأمهات لاعتقادهن في أنها تزيد من كثافة شعر الرموش والحواجب وتقوي النظر، ولكن ينفي الطب والعلم هذا المعتقد تماما، فهذه الأمور مرتبطة حصرا بالجينات الوراثية فقط. كما تأتي المشروبات مثل الكراوية واليانسون على رأس المشروبات التي تستخدمها الأمهات في معالجة الانتفاخ والغازات، وتقدم للمولود بعد غلي الماء وتركه ليبرد. والأولى هنا في الأساس الاعتماد على الرضاعة الطبيعية بشكل كلي لتجنب الانتفاخ والغازات ولمدة 4 أشهر الأولى على الأقل، تفاديا لمشكلة التحسس من حليب البقر أيضا. في المجمل هذه العادات كلها تنبع من موروثات قديمة، لكن ومع تطور الزمن دعونا الآن نرى مدى تمسك الأمهات بها حتى هذه اللحظة. ايه عملت لتقميط الاولاد باول ولد، بس ما حسيتها براتيك، يعني ثاني وثالث ولد ما عملتها، يعني مثل واحد عم تحبسيه وبلا عازه، ما لها عازه ابدا، يعني منا شيء مهم، يعني بيقولوا لك مشان ما يبرم عدينته، مشان ما ينعوج راسه، كله تجليط. لقيت واحده ست كبيره عندي ساكنه بتقول لي حطي للولد
حزام في وسطه. فطبعا ايه بقول لها يا حاجه ليه؟ قالت لي عشان وسطه يتمسك يبقى كويس ماسك نفسه. العيل بيبقى صغير ضلوعه تتطبق. فعلا حطيت له حزام اللي هو القطن ده وبقى كويس والحمد لله وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى راجل واتجوز. ابدا نهائيا. كيف كيت زادوا كان قلبهم على كرشهم حتى كيولي هما يتقلبوا على سيموا ويمض على سيموا كيبداو يتقلبوا صافي عادي عاشوا هكا. يعني هو غالبا بيبقى في الريف في الصعيد بيبقى في حاجه كده بيحطوها في بقهم علشان ما يزوروش مثلا وهم بياكلوا. انا دي ما عملتهاش مع اولادي. هي عادي كانت قديمه انه الولد الصغير البيبي يلفوه كم يوم يقمطوه تقريبا شي شهر يعني مشان انه اذا حدا مسكه ما ايديه يعني يصير له شيء او تتملع زي ما بنقول. هلا راحت هاي العاده بس هو صحيا مفروض انه علميا يعني مفروض انه ما يتقمط الولد. انا شخصيا تقمط لان انا يعني سنوات ستينات وهذا باقي ما كاينش التطور هذا التطور التكنولوجي اللي حدث الطفره هذه باش ما بقاش التقمط. ولكن التقمط كان عنده ديزافونت كان عنده ايجابيات وكان له سلبيات. الايجابيات انه كان اقتصادي بالنسبه للاسر الفقيره ولكن السلبي لانه دائما كيتعاود نفس اسمه على غرار التطور اللي حصل. يعني اكتر حاجه انا سمعتها ان مثلا الطفل لازم من هو عنده 4 شهور لازم يشرب لبن او ياكل زبادي منتجات الالبان ودي طبعا كان خطر عليه جدا لازم بعد ما يتم سنه عشان يقدر ان جسمه يستفيد او يمتص الكالسيوم الموجود مش هيفيده لا بالعكس هيزيد. ان الطفل يتحط في مشايه بدري علشان يقدر يمشي ده خطر جدا طبعا انا بجبره ان هو يمشي من سن هو لسه مش مستعد ان هو يمشي فيه. إذن موروث ثقافي كبير بالتحديد لدى الدول العربية في هذا الموضوع. لكن ماذا يقول العلم والطب؟ يعني ينضم إلينا من دبي الباحث الدكتور معاوية العلاوي أخصائي طب الأطفال. مرحبا بك معنا دكتور معاوية. هل كل التقاليد أو العادات والموروثات فيما يتعلق بالأطفال خاطئة وخطيرة على الطفل؟ مرحبا ورمضان مبارك كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة التقاليد والخرافات والعادات التي تمارس على الأطفال بشكل عام والمواليد الجدد بشكل خاص متنوعة وكثيرة. منها ما أثبت العلم ضرره كعادة تكحيل المولود أو كي المولود. ومنها ما هو غير مضر لكن غير مفيد مثل عادة تقطير العسل في سرة المولود لاعتقاد أنه هذا حيعطي مناعة. ومنها ما يكون يعني ممكن أن يعطي بعض الفوائد لكن هناك أضرار من استخدامها مثل عادة تقميط المولود فلها بعض الفوائد إذا كانت في وقت محدد في الشهر الأول والثاني من العمر فقط أما بعد ذلك ممكن أن تسبب أضرار للمولود. يعني دكتور معاوية الأم الحديثة غالبا يعني ما عندهاش معلومات كافية حول طرق تربية الأبناء وكيف أنه بتتعلم تحصل على تلك المعلومات وبعيدا عن الطرق التقليدية اللي أحيانا بتضر الطفل. يعني بالعادة ممكن يسمعوا لكبار السن لكن ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل وبالتالي تجنب هاي العادات الخاطئة؟ طبعا يبقى الطبيب هو مصدر المعلومة الصحيحة. يعني على كل أم يجب سؤال الطبيب يتحضر أسئلتها تسأل في جميع ما يخص مولودها ما يخص طفلها. يعني أبدا ما بتنحرج من الطبيب وتسأله جميع الأسئلة. ممكن فيما بعد تعرف نحن في عصر المعلومات وعصر الإنترنت يعني نعتمد على المعلومات الدقيقة المصدر مثل المصادر الحكومية وزارة الصحة أهم مصدر تكون عندما نأخذ المعلومة منها. ممكن نعتمد على الأكاديميات الطبية العلمية كالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالمملكة المتحدة أو في الأكاديمية الأوروبية لطب الأطفال جميعها هذه تعطي معلومات دقيقة. أما على السوشيال ميديا فهناك الكثير من المجموعات والكثير من الكثير من الصفحات أغلبية المعلومات اللي فيها متناقلة ممكن تكون غير صحيحة. لذلك يجب أن تختار الأم بدقة مصدر معلوماتها. دكتور معاوية شفنا أنه في نقطة مشتركة أو تم ذكرها كثير اللي هي التقميط تقميط الطفل. خلينا نحسم الجدل هل هو صحي أم لا؟ هلا تقميط المولود هو عادة قديمة كثير يعني ممكن أكثر من 5000 سنة موجودة.
هلا هذه العاده اذا لها بعض الفوائد فهي اذا قم طبعا بشرط ان نقوم بها بشكل صحيح، يعني ممكن هي تهدئ المولود، تشعره بالهدوء، ممكن كذلك ان تدفيه، تعطيه احساس بالامان، ينام لفتره اطول. لكن ممكن كذلك في شغله كثير مهمه، الامهات الجدد يستطيعوا ان يحملوا المولود، يعني يوجدوا صعوبه في حمل المولود. لكن للاسف التقميط يتم بطريقه خاطئه، يعني يتم بشكل قوي على الصدر، ممكن يسبب الاختناق، ممكن كذلك على البطن ممكن يسبب امساك، والاهم من ذلك كما تفضلتوا انه على الورك، لما شدوا على الورك والساقين مستقيمتين تسبب خلع ورك تطوري عند المولود. لذلك يجب التوقف عن هذه العاده اذا بلغ المولود عمر شهرين او ثلاث اشهر، يعني يجب ان عدم القيام بها، خاصه انه اذا بدا المولود بالتحرك ممكن تزيد خطر ما نسميه متلازمه موت الرضيع المفاجئ، يعني ينقلب المولود وهو مقمط فممكن يتوفى لا سمح الله واحنا ما ننتبه عليه. بالفعل يعني هي نقطة مهمة. أيضا هناك عادات قد يكون الخطر منها ليس كبيرا، بينما هناك بعضها قد يسبب مشاكل كبيرة. بالفعل خلينا نلخص أبرز يعني هذول العادات. هلا في عادات غير خطيرة، مثلا البعض يضع العسل في سرة المولود أو سرة الطفل لاعتقاد أنه مثلا ممكن أنه تشفي من الأمراض أو تقوي المناعة. ممكن في بعض العادات كذلك مثلا يقوموا بدفن سرة المولود، يأخذوه يدفنوها في مكان في المكتبة مثلا حتى يطلع مثقف، أو في مشفى حتى يطلع طبيب، هكا الاعتقادات. طبعا هاي عادات غير ضارة. في بعض العادات لا غير مفيدة وضررها خفيف، مثل في بعضها مثلا كمثلا لف سرة المولود، مثلا انت مثلا فتق المولود، فتق السرة، فتق السرة موضوع كثير شائع ونشوفه عند المواليد الجدد، فيقوموا بلف البطن بحزام او بوضع قطعة معدنية، طبعا هي مضرة لكن ليست هذاك الضرر الكبير. اما العادات الكثير خطيرة مثل عادات الكي، يقوموا بكي المولود اذا عانى من اي مرض، او تكحيل وضع الكحول في العين، كمان هذا كثير مضر، يسبب التهابات بالعين، ممكن يؤدي الى فقدان البصر لا سمح الله، اضافه الى اثر الرصاص الضار، ماده الرصاص ممكن تسبب التاخر التطور روح الحركه عند الطفل. في عادات ايضا مضره مثل عاده التمليح، كثير منتشره هذه العاده في بلاد الشام، يغسلوا المولود بالملح والماء، ايضا ممكن تسبب جفاف عند الطفل، ممكن تسبب كثير مشاكل. في عاده كثير منتشره كذلك في كل العالم. ايش بنرد على كبار السن بالتحديد؟ دائما في جمله شهيره انه احنا ربيناكم بهاي الطريقه وما صارش ايش، يعني ما هو الرد الامثل لهذه المقوله؟ وكمان في اسال مجرب ولا تسال طبيب كمان. طبعا الزمن تغير، العادات، العلم تغير. سابقا كان الحياه بسيطه، ممكن الطب غير متطور، كذلك ما الدنيا تغيرت، الطب صار احدث. كذلك ممكن احنا مثلا نقوم بتجربه على الطفل او طفلين او ثلاثه، ما يعني انه هي ما ضرته انه حتكون هي صحيحه، يعني ممكن يكون في اثار اخرى. اعتذر منك دكتور معاويه، وقتنا انتهى، شكرا لوجودك معنا. الباحث الدكتور معاوية العليوي أخصائي طب الأطفال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أحيانا يكبر الطفل قبل أوانه وتسلب بعضا من ملامح طفولته، فالفقر والصراعات أفقدتهم بهجة طفولتهم وحولتها إلى رحلة صعبة للأسف، بحثا عن لقمة العيش. في أفغانستان بالتحديد، رغم محاولات السلطات الأفغانية توفير فرص التعليم لدى الأطفال، إلا أن هناك أكثر من 3 ملايين طفل لا يزالون محرومون من حقهم في التعليم، ومعظم هؤلاء الأطفال أجبروا على ترك الدراسة بسبب الصراع أو الفقر. الفقر والعوز دفع بالطفل نور الله إلى شوارع العاصمة كابول بحثا عن لقمة عيشه. يرتفع صوته وغيره من الأطفال داخل سوق معظم مرتديها بالغون. اختار هؤلاء البقاء بعيدا عن مقاعد الدراسة بعد أن مكث البعض منهم أياما قليلة في أقسام التعليم. السنة الماضية التحقت بالمدرسة، لكن هذا العام تركتها لأنه علي أن أجد لقمة عيش لأسرتي. هذه حياة هناك أطفال. الأطفال يذهبون إلى الشوارع بدلا عن المدارس، العشرات في سن 7 و8 يعملون من أجل الحصول على لقمة العيش. ورغم حملة السلطات الأفغانية لجذب الأطفال إلى أحضان المدارس، إلا أن نسب المحروبين من التعليم لا تزال مرتفعة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية.
حدود 3.7 ملايين و700 ألف طفل لا يزالون في أفغانستان محرومون من حق التعليم وهم في سن المدرسة. أبرز عوامل الحرمان الفقر والصراع. نحن نعمل باستمرار لتوفير الفرصة التعليمية لهم. ورغم أن الفقر والحاجة إلى لقمة العيش قد تشكل عوائق أساسية أمام التحاق الأطفال بالمدارس، إلا أن الأخطر من ذلك هو العنف والتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة ويدفع بملايين الأطفال خارج المنظومة التعليمية. الطفولة في أفغانستان أمام خيارين، أولهما الحياة وثانيها المخاطرة بمواصلة التعليم، معادلة حرمت ولا تزال مئات الآلاف من أطفال أفغانستان من حقهم المشروع في التعليم. صفة الله صافي، الحرة، كابل. وصلنا بهذا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. تحديد المعايير المطلوبة ستؤدي ببعض الأطراف الأوروبية وخصوصا على سبيل المثال ألمانيا التي كانت صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، ستذهب في اتجاه المطالبة بعقوبات على حزب الله. كان في تعثر في بداية الأمر في توزيع اللقاح وفي إعطاء اللقاح، كان في تردد كبير حتى يعني 50-60% من الشعب الأمريكي في البداية كانوا مترددين في أخذ اللقاح. حالياً معظم المرضى اللي بشوفهم في العيادة وقت بيسألهم انه رح تاخذ اللقاح، يا اما اخذ اللقاح يا اما بدهم ياخذ. هناك اعتراضات شكلا ومضمونا على مشروع الموازنة التي قدمت بها الحكومة، كان يجب على الحكومة ان تجتهد اكثر حتى من ناحية القانونية والتنظيمية في اعداد هذا المشروع الذي حتما سيتم رفضه نتيجة للملاحظات القائمة وبتصريحات مسبقة من العديد من اعضاء مجلس النواب الليبي.